وانا مش عملت كذا وكذا يا ربنا، بالظبط ليه انت بالظبط جازتني بالظبط بكذا بالظبط. وكذا وكذا. ويجي بقى عندنا، وده التدين ده خرج لنا جيش الزعلانين من ربنا. بس ده في الفطرة الطبيعية يعني. يعني انا اقول ايه؟ انا ما بكذبش، انا ما بسرقش، انا ما بس برتكبش هي الفكرة، معاصي وبعمل العبادات كلها. ده صحيح، ده فيا صحيح، رب ليه انت مثلا ابتلتني بهذا حلو هذا قوي ده. وذاك؟ تعالي نفرق ما بين حضرتك، ما بين مفهومين، مفهوم الرجاء ومفهوم اللوم. انا ليه ان ارجو الله سبحانه وتعالى؟ لان في الحقيقه انا بيني وبين معرفه الحقائق كتيره، بيني وبينه سقف اسمه الغيب. انا لا اطلع على الغيب ولا اطلع على تدبير الله لي، ولذلك ايه اللي حاصل؟ اليس الله بكاف عبده؟ اذا انا اعلم ان الله الذي عنده افضل لي. الامر الثاني، انا لا اعرف تفاصيل هذه الحياه. الامر الثاني ان ربنا وعدني بالاجابه كما يريد لا كما اريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي اريد. الناس، حضره النبي يقول يستجاب للمرء ما لم يعجل. قال وكيف اعجل يا رسول الله؟ يقول دعوت فلم يستجب لي. اذا هناك قضيه مهمه جدا جدا. انا بقول ان الناس، ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع عطاءه، ولكن الله سبحانه وتعالى يوسع مشهد العبد. العبد اللي كان مشهده ضيق على حاجة معينة، ربنا بيوسع مشهده. طب هو عشان يوسع مشهده محتاج ايه؟ محتاج ان هو يحرك عبوديته لله سبحانه وتعالى شوية، مش يحرك رصيده. فكل ما بيزود رصيده فيجي يقول لربنا ايه؟ انا اظن ان عملت اللي عليا. بقيت الجملة سخيفة، ما تنفعش تكون ما ما بين اقدرش عبد اقولها ورب. لربنا. لكن في ناس ممكن بتقولها. اقولها، ممكن اقولها لحد انسان، بس ما هو اقدرش اقولها هو لربنا. هو ده بقى البزنسة بقى، حولت الناس ان هي تتعامل مع الله كما تتعامل مع بعضها بعضا. ولذلك بقى ظهرت مصطلحات كثيرة جدا جدا. انا زعلان من ربنا، انا عندي احساس بان ربنا سبحانه وتعالى واشمعنى مش انا؟ شايفني، انا حاسس كل الكلام اللي حصل بقى ده. ساعة ما كانوا بيعملوا الطريقة دي بتاعت بزنسة الدين، ما كانوش ملتفتين ان هيحصل ده كله، فحصل ده كله. طيب احنا عشان نكون ناس بنتكلم مع اوجاع الناس بشكل حقيقي، الناس اللي هم عندهم تأخر في الزواج، عندهم ضيق في الرزق، وهم بيدعوا وبيعملوا الحقيقة هو ما كانش فيه سيناريو بيننا وبين ربنا. ربنا كفل لنا رزقنا، كفل لنا رزقنا. بمعنى ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى جعلنا في حالة سعة اذا نظرنا الى بركة الله.